بسم الله الرحمن الرحيم، نتواصل ونجدد التحية في هذه الفترة الصباحية، وهناك الأشواط تنطلق بهذه الشعارات الجميلة بهذه الأسامي الرنانة، تحديات الكبار، صراع أبناء القبائل من أجل الناموس والمركز الأول. هناك ينطلق الشوط التاسع مخصصة للإبكار محليات الأصايل، والمسافة هي 6 كيلو مترات المقررة والحاضرة دائما مع هذا السن. هناك انطلق مباشرة مع الصدارة ومع مشغل مبارك بن محمد بن علي الراشدي، هناك من ينطلق مع مشغلة لكي يشغل الجميع هناك على الصدارة. المركز الثاني تأتي لمحة هناك على ثاني المراكز، مطر بن عبد الله، مطر بن حمد بن عبد الله بن ثلاج الاكتبي هناك يتواجد، بينما المركز الثالث وثالث المراكز الحذرة هناك سعيد المرزوق بن منصور المنصوري يتواجد على المركز الثالث. في هذه اللحظات انتقل مباشرة مع ضبية، وهذا الاسم المميز في سباقات الهجن، ابراهيم بن سعيد بن سالم الدرعي، من يتواجد وينطلق مع هذا الشعار المميز دائما بانطلاقاته على المركز الرابع، المركز الخامس وخامس المراكز. هناك الشاهينية سعيد بن راشد بن دغيش بن سالم، هناك من يتواجد على المركز الخامس. انتقل مباشرة مع سادس المراكز، الله الله الشايبة هناك مسلم بن ناصر بن يعان الشامسي، الله الله الله، التحديات غادمة، التحديات غادمة. المركز السابع وسابع المراكز مبارك بن حمد بدليله العامري ينطلق مع سلالة مياس، ومياسة هناك تنطلق على المركز السابع. المركز الثامن هناك مذيار سالم بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور، هناك من يتواجد على المركز الثامن. المركز التاسع هناك الشايبة سالم من مبخوت المنهالي يتواجد على المركز التاسع. عاشر المراكز الزحفة مستمر، الكل يتمنى الناموس، محمد بن علي بن حميدي المنصوري مع الشاهينية، تابعوا وراقبوا هذه الشعارات من خلف المراكز العشرة الأوائل. هنا الشعارات المميزة، الشعارات التي دائما تصول وتجول في سباقات الهجن العربية الأصيلة. أعود مع الصدارة، أعود مع سكان المقدمة، أعود مع الرقص الجميل، مع التحديات المميزة دائما. الله الله الله، المقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات من هذه الشعارات الجميلة والمميزة. الله تبارك الله، ما شاء الله، أرى من على بعد سعيد بن مرزوق بن منصور المنصوري مع الحذرة، تعرف من خلال الشعار، ولكن لمحة لمحة هناك تحاول وتنطلق مع الصدارة ومع المركز الأول. مطر بن حمد بن عبد الله بن فلاج الاكتبي يتواجد مع لمحة البصر، هناك هذه السلالة الجميلة المركز الثاني. الضبية غادمة، الضبية غادمة، إبراهيم بن سعيد بن سالم الدرعي يتواجد على ثاني المراكز. المركز الثالث الحذرة، هناك سعيد بن مرزوق بن منصور المنصور يتواجد على الكوكب الثلاثية والثلاث اللي بهنزان اللقاء. المركز الرابع رابع المراكز مياسة مبارك بن حمد بدليله العامري، وصل شعار بدليله مع مياسة، وهناك هناك شاهينية سعيد بن راشد بن دغيش بن سالم هناك أيضا متواجد، وهناك شايبة مسلم بن ناصر بن يعان الشمس. الله الله الله، تبارك الله، ما شاء الله، الناموس أين يتجه؟ الناموس أين يتجه في هذا الشوط؟ تحديات هذا الشوط، سن الإذاع، أبكار محليات الأصايل، 6 كيلومترات، تبارك الله، ما شاء الله. هناك مذيار، مذيار، وهناك أيضا أيضا الشايبة، وهناك الدخول من الشاهينية، محمد بن علي بن حميدي المنصوري قادم ومنطلق. هناك سالم مبخوت المنهالي أيضا منطلق، ولكن الهاربة هربت من المراكز الخلفية، سعيد
اعيد بن جابر بن ستار، بن جابر اعود مع المقدمه، اعود مع الرقص الجميل، ترقبوا لهم حصريا هذه الشعارات مع الامتار الاخيره، هناك اعود مع الصداره ومع لمحه، لمحه ما زالت لمحه هناك تقدم هذا العرض الجميل. مطر بن حمد بن عبد الله بن فلاج الاجتبي هناك على الصداره على المقدمه، يقول هذا جديدي في صباح هذا اليوم، ولكن الضبيه مع الدرع، الضبيه مع الدرع، ابراهيم بن سعيد بن سالم الدرع من ياسه، ولكن الحذره، حذاري من الحذره، حذاري من شعار بن مرزوق، سعيد بن مرزوق بن منصور المنصوري يتواجد من ياسه، من ياسه مبارك بن حمد بدليله العامري على المركز الرابع، المركز الخامس، هناك شاهينيه سعيد بن راشد بن دغيش بن سالم يتواجد هناك على المركز الخامس من القادم من المنطلق، مذيار وشعار المكسور يتواجد مع مذيار، مذيار الناموس ومذيار العروضات الجميلة، أيضا هناك الشايبة بن سلم بن ناصر بن يعان الشامسي يتواجد هنا وينطلق في هذه الانطلاقة، الكل يتمنى الناموس، الكل يتمنى المقدمة، ولكن لمحة ما زالت صامدة صمود الجبال، هناك هناك تتجول بين عدسات الكاميرا، هنا سيدة القنوات هناك تراقب لمحة وتراقب أيضا هذه الشعارات الجميلة، مطر بن حمد بن عبد الله بن فلاج الاجتبي يقدم هنا هذا الشعار، يقدم هذا العرض الجميل هنا في عاصمة الميادين في هذا الصباح الجمال، ولكن وصلوا، وصلوا أهل الطلايب، أهل الطلايب لاحقين ولهم ثور في هذا الشو، مياسة غادمة، مبارك بن حمد بالليلة العامري المركز الثالث، هناك مذيار، مذيار سالم بن ناصر بن سالم بن حيد المكسور، الشعار الشحاني المركز الرابع، هناك أيضا الشايبة ناصر أو سلم بن ناصر بن يعان الشامسي، الأمور في خطر، الأمور في خطر، الأمور تزداد خطورة في هذا الشوط، لمحة 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 على الصدارة على المقدمة على الانطلاق الجميل، شعار بن فلاج هناك على الصدارة، حرك هناك من فلاج، جولة الأوامر، الكيلو الأخير، كيلو الأخير، الكيلو هناك التحديات، يا سلام، تبارك الله الشايبة، الشايبة مع بن يعان، الشامسي هناك عزيز، المشاهدين يا سلام، المركز الثالث مياسة، مياسة على ثالث المراكز، خلاص التحديات الجميلة خط النهاية، بين مع الأمتار الأخيرة، هناك لمحة، 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 لمحة مع الصدارة، الله الله الله، مطر بن حمد بن عبد الله بن فلاج، تبي من يقدم هذه الذلولة العملاقة المميزة دائما بانطلاقاتها، الله الله، السلامات وين في هذا الصباح الجميل، هناك اعزائي المشاهدين بينما المركز الثاني هناك شايبه مسلم بن ناصر بن يعان الشامسي، سلام يا ثميد سلام، اسعد الله صباحكم بكل خير وسرور، محمل على ظهر لمحه هنا على هذا العرض الجميل وعلى هذا الفوز المميز، 400 متر اخيره هنا، هناك تفصلنا عن الوصول والعبور الى خط النهايه، سلام لهذا الشعار، سلام هنا لهذه الذلول المميزه دائما بانطلاقاتها، مطر بن حمد بن عبد الله بن فلاج الاكتبي وسجل يا تاريخ حروف من ذهب في هذا الصباح من عاصمة الميادين بهذا الشعار الجمال والمميز، سلام لمحة سلام، سلام هناك بن فلاج الاكتبي على هذا الوصول والعبور هنا إلى خط النهاية، تهانينا 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 والناموس، هذه لحظات وصولها عبورها إلى خط النهاية، المركز الثاني شايبة مسلم بن ناصر بن يعان الشامسي، المركز الثالث مياس مبارك بن حمد بالديلة العام رابع المراكز هناك الشايبة سالم بن بخوت المنهالي، خامس المراكز كان من نصيب مذيار سالم بن ناصر سالم بن فهد المكسور من يتواجد على خامس المراكز، نعود مع التوقيت الزمني، نعود هناك مع وصول لمحة قدمت العرض الجميل والمميز، مطر بن حمد بن عبد الله بن فلاج الاكتبي لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية، قاطع 6 كيلو مترات هنا اعزائي المشاهدين في زمن وقدره 9 دقائق بلا شك، هناك 39 جزئين من الثانيه، هنا توقيت لمحه وتوقيت هذا الشعار الجميل، المركز الثاني كان من نصيب
التسعة 42 ثمان اكزامن الثاني. هناك ايضا الشايبه مسلم بن ناصر بن يعان الشامسي المركز الثالث، لحظات الوصول 9:46. هنا جزينه من الثانيه ولحظات الوصول المركز الثالث. ثالث المراكز هناك مياس مبارك بن حمد بن دليل العامري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان اينما كنتم، امامكم على الشاشه افضل توقيت 9 دقائق.